لكن اليوم على إيقاع مختلف من بين سماته للأسف الشديد رغبة بعض الجهات في تبخيث هذه المهنة، كما هو الحال بالنسبة لمهنة التعليم، بل الأنكى من ذلك محاولة تبخيص العمل السياسي وتزكية التقنية المفتقرة للرؤية السياسية كبديل لا بعيدة. لا أريد العزل ويخاطب نساء ورجال التعليم، وهو قطاع لا علاقة له به، مجرد استفزاز مجاني وإذكاء الاحتقان لن نقبل لي ذراع الدولة. هذه كانت الدولة هي اللي وعدت بالترصيم، وهي اللي ربما كانت تقدم الوعود السخية أثناء حملات الانتخابية. إذا البارح نتحدث نقدم وعود، واليوم نختبئ وراء الدولة، وهذا شيء خطير. ثم كيطلع لنا نفس العضو الحكومي بعد ما تحدث نساء رجال التعليم ونفذت بطارية عنصريته ليقول، أكيدكم شفتوها، هذه ماشي غزوة بدر ولا ثورة البولشفية، هذه راها غير قضية ديال التعليم، غير قضية ديال التعليم، باستخفاف واستصغار واستهانة. شفتوا على مسؤولين مثلا، الله بكم، التعليم يا سادة هو القضية الوطنية الثانية. التعليم غزوة ضد الجهل وثورة ضد الحماقة والسخافة والرعونة والسفاهة أيضا. ومن يستهين بالتعليم فهو أكيد لا يستوعب كلفة الجهل. غادي نحبس هنا حتى إلا بقيت ربما كنهضر هنا على هذا المسؤول، معليش نحبس لأن خرجاته كلها الشيء هو نقيضه، الحكم وعكسه، الرأي وضده، الكلام ومخالفه، والنطق وغير شبيه له. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.